اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم ان شاء الله جايت لكم بفيديو جديد، اتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. راح ابدي واقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندي طبعا عشاء هذا، لانه جاني خطار ولازم بساعة ونص اسوي هذا العشاء، ف أكيد السرعة مطلوبة والحركة السريعة والشغل السريع مطلوب، وأحضر الماء الحار، أحضر هاي الشغلات، لأن تدرون يا ساعة ونص واحد هاي الشغلات كلها يسويها يعني يتعب زيادة. فهسه مثل ما شفتوا اللحم مالي، هذا لحم غنم قصصته ومحضر الماء الحار مالي أكيد. من بعد ما أقصصه أغسله، طبعا لحم الغنم ما أحاول أصغر القطعة مالته لأنه تدرون بيه بسرعة يستوي. هسه راح اخلي جذر وهاي شوي دهن وبصل على النار، راح احمس شوي البصل، وهذا الدهن طبعا احتاجه راح استفاد من عنده الطبخ التمن بعد ما راح اخلي دهن شي قليل. هسه اخلي هذا اللحم ويا البصل ويا البهارات، بهارات لحم، كركم، دارسين، قرنفل، نومي بصرة، يعني شنو تحبين تخلين، خاصة للحم الدجاج بهارات يعني مشكلة. اظل احمس بيهن شوي شلون اقليهن، وجهه ثانيه محضره ماي حار عندي، لان قلت لكم هي السرعه مطلوبه. وانا دائما احب احط شي قرص لومي ليمون ويا اللحم ويا الدجاج، يعني احس ينطي نكهه خاصه. هسه حطيت عليه الماي واخليه يفور لحد ما يستوي. من بين ما انتظر اللحم يستوي عندي راح اسوي الحشو، العفو، راح اسوي الكاستر. الكاستر هنا عندي نص قلاص كاستر ونص قلاص حليب وقلاص الا ربع شكر، يعني انت الحالات اللي تحبينها قلاص الا ربع، عندي يعني تطلع حالات الكاستر. هي المطحون، وهاي اضافه دائما احب اخليها للكاستر، هي تشيكليت قطعتين ثلاثة ايش قد تحبين خلي، يعني هي تعوض حتى عن الفانيلا. راح اخلي ماي بنفس الجلاس اقيس بيه الماي، تقريبا خليت اربع جلاسات ونص، اربع جلاسات ونص ماي، ويا كل يعني من كل نص مقدار نص جلاس من بين شكر وكاستر وحليب. خلطته على البارد، هسه اشغل النار عليه. انتظر عليه الى ان يثخن ويظل الخليط مالي اشوفه هيك يظل يطبخ، يعني هذا هو معناه استوى. حضره كاساتي، لانه قلت لكم هي السرعه هاي عندي انا ساعه ونص لازم، يعني هو خطار مفاجئ فلازم استعجل بيه. وطبعا اليوم يعني على هو عشاء، بس هم يحبون ياكلون تمن، يعني اعرفهم بالليل يحبون ياكلون تمن فطبخت تمن. هسه تقولون هو هذا غدا مو عشاء، لا يعني هم اعرف هاي الناس ان تحب التمن بالليل، فعادي عندهم ماكو مشكله، وسويت وياه تشريب. هسه اجي للحشو، هاي عندي بصل قصيته مكعبات، حمسته شوي، خليت عليه شوي زيت وكركم، اظل احمس بيه الى ان ينطيني لون يعني شلون هيك بني على صفار. هاي عندي تشكيله يعني هاي خضروات مجمده، بازاليا وذره وجزر، هاي سعرها 1000 دينار، يعني خاصة بالحشوات فتشي تصير شكل حلو، شوفونا ملونة وطعمها بعد أطيب. وكشمش غسلته ونقعته وخليته ويا الحشو. وبجهة ثانية هسه راح أسلق شعرية، يعني أحمس شعرية وأطبخها طبخ عادي ما أضيف لها أي شيء، رشة ملح قليلة. حمسته كمل عندي الحشو. هسه من بين ما قلت لكم الشغلات اللي سويتها، هسه راح احضر خضره مالتي على السريع، اغسلها وانظفها. يعني ساعه ونص صراحه، وكله وقالوا تاخرتي لان يعني هم مستعجلين يردون يطلعون، فيعني صارت هيك ظرف سريع، بس الحمد لله ان شاء الله كملت
العشاء على احسن وجه. وهنا حضرت هاي الفواكه خليتها. شنو عندي من فواكه هسه اقصها من رقي. وهنا اجيت اشيك على اللحم اشوفه مستوي ولا لا، احسه شوي يحتاج بعد. وهسه قبل لا يستوي بربع ساعة اخلي الملح. وفرد مرة خليت وياه قطع بوتيتا وبصل صغار لانه هم يردون تشريبه، ف يعني مثل ما يقولون اختصر الوقت. هسه جاي اطبخ تمن، والتمن اكيد شو تحبين تخلي له، شعريه، شويه بصل، شويه بهارات، شنو تحبين خلي. خليت ماي حار وخليت قسم من ماي سلق اللحم خليت عليه لانه دسم، وما حبيت يعني اكثر دسومته لان تدرون الغنم يصير بي يعني نسبه عاليه من الدسم. ورشه ملح خفيفه وبهارات. هسه كمل عندي الطبخ مالي. هسه اجي للتحضيرات، يعني كل ما افرغ من شغله اروح الشغله احضر. طبعا صراحه حيل تعبت، بس الحمد لله قلت لكم يعني هي الحياه لازم بيها شي شغله وتعب وركض وسرعه. طبعا صار لي هواي ما نزلت يعني اي فيديو لانه شوي صارت عندي ظروف فما قدرت انزل اي فيديو. هسه اليوم نزلت لكم هذا الفيديو، اتمنى يعجبكم ان شاء الله. وما بقت الا التحضيرات الاخيره، هي طبعا هو خطاري نفرين. وهنا عندي استوى التمن، ما بقى شيء بس احط العشاء لهم والف عافيه. ودائما البنات بالتعليقات يسألوني يا نوعية تمن يعني تستخدمين، أكثر شيء ملك البنجاب يعني أحسها نوعية زينة. مرات نجيب يعني نوعيات أجرب، أقول خلينا نجرب يعني نوعيات ثانية، بس لا والله أحس ملك البنجاب يعني أحسن نوعية. وشوف الحشو يعني مال الدجاج او اللحم، شوفون تشكيله والوان. يعني هو ترى الاكل مو بس طعم، لا الاكل شوف العين يعني تنعجب به وبعدين تجين تاكلين. واللحم عندي ما قليته لانه يلزم اذا اقليه، فخليته بس سلق ورشيت عليه شوي بهارات، شوي دارسين، شوي بهارات لحم. ويعني هو اصلا بالسلق يعني مخليه هواي بهارات، بس رشه خفيفه ما راح اكثر. وهاي عندي التشريب اللي قلت لكم، هي من نفس الطبخ مال اللحم، يعني استغليت التشريب مال اللحم وخليت عليه بوتيتا بصل، يعني هيك هو اكيد بينه بصره ولحم شوي، فاللي يحب ياكل مطبق او اللي يحب ياكل تشريب كيف. لهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم هذا الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروني بفيديوهات جديدة ومع ألف سلامة.